في الفيديو ده هنتكلم عن طلبات تغيير اسم المصنع الأجنبي مع الاحتفاظ بنفس العنوان. ما تنساش تدخل على صفحتنا على الفيسبوك وتدعمنا بلايك. أما اليوتيوب ابحث عن BDRTC ودوس سبسكرايب للقناة وفعل الجرس. وعلشان توصلك كل الأخبار على موبايلك ادخل على التليجرام اكتب BDRTC ودوس جوين. يعني المصنع اللي انت حضرتك بتستورد منه غير اسمه، لكن المصنع واحد، الكيان نفس العنوان بس مجرد تغيير اسم. طبعا رقم واحد، لازم هتعدل في سجل المستوردين بتاع حضرتك وتضيف اسم المصنع الجديد، بالإضافة انك هتجيب لي خطاب معتمد من المصنع الجديد يفيد بالآتي: تغيير اسم الشركة من الاسم القديم الى الاسم الجديد مع ذكر العنوان بتاع المصنع. وهتقول كمان في الخطاب ده كل الأسماء التجارية للمستلزمات الطبية اللي حضرتك بتستوردها، وإن كمان لم يحدث أي تغيير في المستلزم الطبي من حيث مدة الصلاحية أو التغليف أو التحليل أو دراسات الثبات أو التعبئة أو التعقيم، وإن كل اللي حصل إنه مجرد تغيير في اسم الشركة فقط. وطبعا لازم تجيب لي الإنر والأوتر ليبل موجود فيه اسم المصنع الجديد.